السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طالبات قسم الميكانيك المرحلة الثانية بمحاضرة جديدة من مادة تقنية أجزاء ميكانيكية. تناولنا بالمحاضرة السابقة التثبيت، ويقصد بالتثبيت هو ربط أجزاء المكائن مع بعضها البعض. وتناولنا أيضا أنواع التثبيت، قلنا أن هناك نوع تثبيت دائمي ونوع الآخر هو تثبيت مؤقت. أخذنا مثال على نوع التثبيت المؤقت واللي هو الكيز. عرفنا أنواعها وكذلك العلاقة والقوى المؤثرة عليها. أما اليوم راح نتناول التثبيت الدائمي الذي يتم بواسطة البرشام الريفت. والريفت يمكن أن نعرفه بأنه هو عبارة عن جسم أسطواني صغير. الجزء السفلي منه عبارة يرتبط بالجزء السفلي منه يكون عبارة عن الذيل اللي هو هذا جزء أسطواني له رأس هذا الهيد، ومن الأسفل الجزء السفلي منه الذيل. أما هذا الجزء الأسطواني الصغير فيسمى البادي أو الشانك. الجسم يستخدم الريفت بصورة عامة لـ permanent fastening بين الصفائح كما هو الحال في الخزانات والمراجل البخارية. أما أنواع الربط بالريفت فهناك نوعين للربط بالريفت، واللي هو أما ربط تراكبي اللي هو lap joint. lap joint يتم تتداخل الصفائح مع بعضها البعض، يعني صفيحتين راح تتداخل أحدهما مع الأخرى وتربطان معا بواسطة البرشام. هناك نوعين من الربط بالبرشام، اللاب جوينت اللي هو single riveted joint اللي هو يكون منفرد، أو double riveted joint أو يكون ربط مزدوج. هذا المثال على الربط المنفرد، هيك راح يكون شكله، وهذا الربط المزدوج، هيك شكل البرشام. أما الصفيحتين فراح تتراكب وحدة مع اللخ، هذه تتداخل مع بعضها وتربط بواسطة هذا البرشام. هذا بالنسبة للسنجل. أما بالنسبة للمزدوج هذه الدبل، فهذه راح يكون عبارة عن برشامين مربوطين برشامين مع بعضهما، هذا الصفيحة العلوية الأولى وهذا الصفيحة الثانية. أما نوع الربط الثاني بواسطة البرشام اللي هو البوت جوينت اللي هو الربط التناكبي. وفيه في الربط التناكبي توضع الصفيحتان أحدهما بمحاذاة الأخرى، هذا الصفيحة الأولى، هذا اللي بالوسط تشوفوها، وهذا الصفيحة الثانية. أما بمحاذاة أحدهما بمحاذاة الأخرى أو متماسات، يعني غير متداخلات مع بعضهما، وتكون مغطاة بغطاء أما من الأعلى بغطاء واحد، يعني من جهة واحدة، أو تكون مغطاة من جهتين. وكذلك هذا بالنسبة للربط التناكبي. وعندنا نوعين من الربط التناكبي اللي هو سنجل كما هو الحال، هذا السنجل مالته مال الربط التناكبي البوت جوينت، وهذا الربط الدبل ريفيتد بوت جوينت، وهذا الدبل اللي يكون مزدوج هيجي يترتب. أما بالنسبة لأنواع الرؤوس البرشام القياسية اللي هي قطن هيد اللي هو كروي يكون، والفلات هيد اللي هو يكون مستوي، كاونترسينك هيد اللي هو يكون غاطس، هذا يكون على شكل موقد، والمستدير اللي هو البان هيد مستدير، هذا شكله، والتراس اللي يكون على شكل جملون. هذا بالنسبة لأشكال الستاندرد هيد.
أما بالنسبة للأبعاد الرئيسية للريفيت جوين، فلازم نعرف شنو الأبعاد الرئيسية اللي تأثر في حل مسائل الريفيت جوينز. فنشوف أول شي الحافة. الحافة شنو يقصد بيها؟ بعد المركز، بعد مركز الريفت عن حافة البليتة اللي تم ربطها، واللي تساوي 1.5 في دي. الدي طبعا هو شنو؟ قطر البرشام. قطر البرشام يعني بجد قطر البرشام مرة ونص. قطر البرشام لازم يكون 6 في جذر التي. التي شنو هنا؟ هنا هي thickness of plates، هي سمك البليتات، سمك الصفائح المربوطة مع بعضها. البي البيتش اللي هي الخطوة اللي يساوي 3 في الدي. هذه الخطوة، الخطوة شنو يقصد بها؟ بعد مركز البرشام عن مركز البرشام التالي له، يعني بعد بين مركز هذا البرشام وهذا البرشام، أو البعد بين مركز هذا البرشام وهذا البرشام، هذا هو ما يسمى بالخطوة. الـ PR1، الـ PR1 يقصد به هذه، بعد مركز هذه بالنسبة لي إحنا هنا قلنا شنو هذه؟ هذا اللاب، هذا single lab، هذا شنو هنا؟ هذا single foot، هذا منفرد، ربط منفرد تراكبي، وهذا ربط منفرد تناكبي. فالـ PR1 هو البعد بين مركز هذا البرشام وهذا البرشام، ويساوي 2D زائد 6 ملم. أما الـ PR2، الـ PR2 في حالة الربط الدبل، فيكون البعد بين هذا البرشام، مركز هذا البرشام ومركز هذا البرشام، هذه في حالة ربط الدبل بغض النظر عن انه كان بوت او لا. نوع الربط، انواع الفشل اللي يحدث بالربط بالبرشام، اللي هي اول شيء tearing of the plate at the age at an age، اللي هو تمزق اللي يحدث في حافة الصفيحة، وهذا يمكن انه نتجنبه بواسطة الحفاظ على الحافة، حماية المارجن اللي هي الحافة الام، هذه الام اللي هي البعد من المركز الى قلت لكم نهاية الصفيحة، اللي هو انطيتكم القانون مالته 1.5 من الدي، اللي هي قطر البرشام الدي. النوع الثاني من الفشل اللي هو تمزق الصفيحة عبر row of rivets، اللي هو عبر صف من الريفتس البراشيم، حيث ان ال P هو قلت لكم ال pitch of rivets، اللي هو خطوة الريفتس، هذه ال P، هذه بعد بين مركز ريفت والريفت التالي له، وال T هو سمك الصفيحة، الدي هو قطر البرشام، سيجما تي تنسايل تيرين تنسايل ستريس اجهاد الشد فور ذا بليت ماتيريال لمادة الصفيحة، الاي تي هو التيرينج اريا بير بيتش لينث، اللي هو يقصد به المساحة الممزقة لكل خطوة، الاي تي تساوي الخطوة ناقص القطر كلها مضروبة في التي، حيث ان الـ P sub T هذه اللي هي tearing resistance، هي مقاومة التمزق، او انه هي pull force، قوة الدفع المطلوبة للحفاظ او التخلص او لعدم حدوث التمزق في البليتة خلال الخطوة. فبهالحالة نقدر نحسب الـ P sub T اللي هي عبارة عن حمل، اللي هو حمل أو قوة، هو عبارة عن حاصل ضرب الإجهاد
هي المساحة. قلنا احنا بالمحاضرات السابقة وحتى بالمحاضرة الأولى انطيتكم بأنواع الإجهادات، قلت لكم الإجهاد هو عبارة عن قوة على مساحة، إذن القوة نطلعها من الإجهاد في المساحة. فهنا شنو الإجهاد؟ الإجهاد هنا هو إجهاد شد تنسايل في المساحة، هي بي ناقص دي في التي اللي هي شنو قلنا عليها هذه المساحة، تيرينج اريا اللي هي المساحة الممزقة. بهالحالة راح نشوف إجهاد الشد المسلط في على البرشام. هذه الحالة الثانية من أنواع الفشل. أما النوع الثالث اللي هو shearing of rivets اللي هو القص على البرشام. الحالة الأولى اللي هي shearing of rivets in lap joint، هذه باللاب جوينت، هذه حالة اللاب جوينت. بحالة البوت جوينت هذه هي القطع بالبوت جوينت، مثل ما دا تلاحظون الحمل هنا يسحب من هذه الجهة والحمل هذا يسحب من هذه الجهة، راح يكون الريفت شنو غير منطبقة، هذه في حالة اللاب جوينت. أما بحالة البوت جوينت هذه القطعتين المربوطات مع بعضهم البعض، وهذه كفر فوقهم، وهذه البراشيم اللي ربطتهم سوا بالكفر. فنشوفها انه ايضا قوة السحب اللي سحبت القطعتين بعيد عن بعضهم راح تؤدي الى اجهاد قص، حدوث اجهاد قص في المنطقة. اما النوع الثالث اللي منها راح يكون shearing of rivet and double cover foot joint، هذا شكله في حالة الدبل، هذه القطعة دبل كفر، هذا الكفر منا وهذا الكفر من هذا الغطاء من الجهة العليا وهذا الغطاء من الجهة السفلى، وهذولي هذا بالمنتصفية هذه القطعة الأولى وهذا القطعة الثانية مربوطات تناكبي. فبسحب الإجهادات راح تختل ويحدث هنا إجهاد قص في المنطقة. هنا نقدر نحسب قوة القص اللي المسلطة على هذه المنطقة من العلاقات التالية. أول شيء اللي هي دي راح هي شنو قلنا عليها، قطر البرشام، دي قطر البرشام، و السيجما سب اس اللي هو شير ستريس، هذا إجهاد قص سيف برسمول شير ستريس فور ذا ريفيت ماتيريال، وهو إجهاد القص المسموح فيه لمادة البرشام. الان هي هنا عدد البراشيم للخطوة الواحدة، هو الـ AS اللي هي مساحة القص، هنا نقدر نحسبها الـ AS باي على 4 في دي تربيع، هذه في حالة إن سينجل شير. في حالة السنجل شير كان الشير منفرد، أما في حالة إنه كان الشير مزدوج راح تنضرب المساحة في 2، 2 في باي على 4 في الدي تربيع. البي سب اس هذه الحمل هي شيرينج ريزيستانس اللي هي مقاومة القص، اور بول ريكوايرد او الدفع تو شير اوف ذا ريفيت بير بيتش لينث، اللي هي راح يمكن انه نقول هي قوة مقاومة الشير او قوة الدفع اللي مطلوبة لعدم حدوث الشير، العفو لحدوث الشير في الريفت على طول البرشام. بهالحالة فإن الـ P sub S يساوي إن باي على 4 دي تربيع، هذه هي المساحة. وهسه هذا شنو هذا؟ هذا حمل. الحمل من يجي؟ يجي من إجهاد في مساحة. فالمساحة نحسبها من باي على 4 دي تربيع في إجهاد القص. في الـ N اللي هي عدد البراشيم قلنا عليها، هذه في حالة single rivet.
السنجل، عفوا السنجل شير، أما في حالة الدبل شير فهذه هنا راح يصير 2، قلنا نضرب المساحة في 2، فاثنين في باي على 4 في دي تربيع، هذه كلها المساحة الكلية، لأن قلنا المساحة راح نضربها في 2 في إجهاد القص في الان اللي هي عدد البراشيم الموجودة، عدد الريفيتات. النوع الرابع من الفشل اللي يحدث اللي هو نتيجة السحق، سحق البرشام، crushing of the rivets. فهنا هذه الدي هي مثل ما قلنا هي قطر البرشام، والتي هي سمك البليتة، السمك الصفيحة المربوطة. هنا السيجما ساب سي، هذه السيجما ساب سي هذه هي safe permissible crushing stress، هي مقدار إجهاد السحق المسموح به لمعدن البرشام، والان هي عدد البراشيم خلال الخطوة الواحدة تحت تأثير الكراشينج. مساحة السحق هنا شلون نطلعها؟ هي عبارة عن حاصل هذه الـ A sub C هي مساحة سحق، الـ D في الـ T اللي هي قطر البرشام في سمك الصفيحة. Total crushing area راح يساوي لنا D في الـ T في عدد البراشيم، في عدد البراشيم راح تطلع لنا المساحة الكلية. فالـ C sub S اللي هو crushing resistance اللي هي مقاومة الكراشينج أو قوة الدفع المطلوبة لسحق البرشام خلال طول الخطوة، فراح يكون في سب سي يساوينا أول شيء المساحة الكلية في إجهاد، إحنا في إجهاد السحق، إحنا قلنا كل إجهاد كل حمل حاصل ضرب مساحة في إجهاد. فالمساحة الكلية عندي تي والإجهاد سيجما سب سي اللي هو إجهاد سحب. هذا كل ما يخص أنواع الفشل أو الإجهادات التي سلطت على البراشيم. أما بالنسبة للكفاءة، الكفاءة شلون نحسبها؟ الـ efficiency of riveted joints، الـ efficiency of riveted joints is the ratio، هي الكفاءة للربط بالبرشام هي نسبة the strength of joint، هو نسبة قوة الربط إلى the strength of unriveted or solid plate على القوة التي في المناطق التي لا تحتوي على برشام في الصفيحة. ف the strength of rivets، هذه the strength of riveted joint البسط اللي هو راح ناخذ the list of ال PT ال PS ال PC. احنا من العلاقات السابقة راح نستخرج مقدار ال P sub T P sub S و P sub C، فنشوف منو اقل منهم. list of هذه list of، فاحنا شنو نشوف منو اقل وحدة طلعت بيهم، منو الكميتها قليلة، هي راح تمثل لنا strength of riveted joints اللي هو يمثل البسط بقانون الافشنسي. اما الاف اللي هي strength of unriveted or solid plate اللي هي قوة المنطقة التي لا تحتوي على برشام في الصفيحة او solid plate، راح نستخرجها من pitch of rivets اللي هو خطوة البرشام في سمك الصفيحة، هاي طلعت من المساحة خطوة في سمك طلعت المساحة، في إجهاد التنسايل إجهاد الشد، مو إجهاد الشيرينج القاص أو إجهاد السحق، لا في إجهاد الشد طلعت مقدار الإف. إذن الإفشنسي هذا الرمز مالتها راح ينطينا the least of، يعني أقل وحدة بيهم أقل مقدار من الـ PT الـ PS الـ PC، يعني أقل قيمة، سواء كانت الـ PT طلعت عندنا أقل قيمة أو الـ PS أو الـ PC، منو الأقل هي اللي راح نختارها، نقسمها على مقدار الـ F تطلع لنا مقدار
الكفاءة. عندنا بعض الملاحظات اللي راح نلاحظها بالمسائل وناخذها بنظر الاعتبار تفيدنا بالحل، اللي هي إذا قال بجانب منطوق السؤال single rivet. إذا قال single rivet بالسؤال يعني شنو؟ no change، ما تسوي أي تغيير إذا كان هناك single rivet. إذا السؤال ذكر ب single cover يعني غطاء منفرد، أيضا لا توجد تغييرات. أما إذا إجا بمنطوق السؤال double rivet، شنو double rivet؟ يعني عندنا ربط بالبرشام double مزدوج، فإحنا هنا شنو؟ بحالة الشيرينج راح تصير تضرب حالة الشيرينج في 2، وحالة الكراشينج أيضا تضرب في 2. هذا بيا حالة بحالة الدبل ريفت، رجاء انتبهوا. بحالة الدبل كفر، دبل كفر احنا قلنا وين الدبل كفر؟ راح تجي بس بحالة الشيرنج، لا حالة الكراشنج السحق صار بيها دبل كفر ولا حالة التنسايل كفر. انطيب بحالة الشيرنج هي فقط راح تنضرب في 2. فإذا اجتنا حالة دبل ريفت دبل كفر، الشيرنج راح تضرب فيه ايش قد؟ راح تضرب في 4، لأن 2 من الدبل ريفت و2 من الدبل كفر. أما الكراشنج فراح تبقى ثابتة، اللي هي تضرب في 2 اللي هي اجتها من الدبل ريفت. يا ريت تنتبهون على هذه الملاحظة، لأن هي هذه راح تغير لكم هواية قيم بالمسألة، وبعدين اللي ما ينتبه لها بالنهاية راح يكون حله خطأ. فالمثال الأول، ناخذ المثال الأول على البراشيم والربط بالبرشام، هي find the efficiency of single lap joint. احسب الكفاءة، عندنا شنو الربط؟ منطوق السؤال single lap joint. single lap، إذا شنو ال n شو تساوي لنا؟ راح تساوي ال n يساوي 1. 6 مليمتر بليت، شنو مقصود بستة مليمتر بليت؟ هذه مقدار السمك التي و 2، هذه هنا مو 2 مليمتر، هنا عفوا منكم، هنا 2 سنتيمتر تسووها، هنا 2 سنتيمتر اللي هي قطر البرشام. لها خطوة منطينا إياها 5 سنتيمتر، ومنطينا the permissible tensile shearing and crushing. شنو دولي؟ tensile أول شي قال اللي هو إجهاد شد، shearing إجا بعده اللي هو إجهاد قاس، and crushing اللي هو إجهاد سحق. فإحنا شنو راح نأخذهم بالتوالي؟ فأول شيء إجا التنسايل، من أول قيمة راح نأخذها 1200 كيلوغرام السنتيمتر المربع، هذه هي التنسايل. رجاء لا تخطئون بالتسلسل، لأن قال لك يا منطيكم إياهن وبعدين قال لكم على التوالي. والقيمة الثانية هي الشيرنج 900 كيلوغرام على السنتيمتر المربع، هذا إجهاد قص، and 1800 كيلوغرام على السنتيمتر المربع، هذا إجهاد السحق. أنا دائما أنوه لكم بالمحاضرات السابقة، أقول لكم من نبدأ بالحل لازم نحول الوحدات على شنو؟ على أساس معامل المرونة وعلى أساس الإجهادات اللي معطات في السؤال. فنشوف وحداتهم، إذا وحداتهم بالكيلوغرام على السنتيمتر المربع، نحول كل الوحدات إلى السنتيمتر المربع، العفو السنتيمتر. أما إذا كانت بنيوتن على المليمتر، قلت لكم كل الوحدات اللي بالسؤال تحولوها بالمليمتر. فإحنا هسه راح شنو المرجع مالتنا بهذا السؤال؟ ما عندنا معامل مرونة، نجي للإجهاد. الإجهاد هنا الوحدة مالته كيلوغرام على السنتيمتر المربع، تحول وحدات السؤال كلها إلى السنتيمتر. قبل ما تبلش تحل عمود لا تخطأ أثناء الحل. فهسه خطوات الحل، أول شي لازم نطلع الحمل للتنسايل، وبعدين نطلع الحمل بحالة الشيرنج القص، ونوب نطلع الحمل بحالة السحق اللي هو البي سب سي. من طلعناهم ايش ناخذ؟ ناخذ الاقل من عندهم اللي هو
راح يطلع عندنا، شوف راح يطلع عندنا بحالة السحق كما تلاحظون بهذا السؤال، وبعدين نطلع الاف اللي هي للمساحة اللي لا تحتوي على براشيم، وراها نطلع الافيشنسي، الافيشنسي اللي هي راح تكون النسبة بين the least of البي تي البي اس البي سب سي على الاف، يعني اقل مقدار من اجهاد التنسايل، العفو قوة التنسايل، قوة الشير وقوة الكراشنج، هذولي نطلعهم ثلاثتهم ونشوف منو الاقل، نقسمها على الاف اللي نحسبها طلعت الافيشنسي. هسه نجي نحسب وحدة وحدة، فمثلا حمل الشد، هنا حمل الشد شنو القانون مالته؟ قلت لكم قوة في مساحة الحمل، المساحة هنا شنو؟ الخطوة ناقص الدي اللي هي القطر مالت البرشام كلها في السمك في إجهاد الشد، فهنا الخطوة 5 سنتيمتر، الاثنين قلت لكم غيروها، هاي 2 سنتيمتر مو 2 مليمتر، 2 سنتيمتر هذه سد القوس في 0.6، ال 0.6 منين اجتك؟ عندك انت البليتة سمكها 6 مليمتر، تحولها للسنتيمتر راح يصير 0.6، هذه طلعت مقدار المساحة، تضربها في مقدار الإجهاد اللي هو إجهاد الشد 1200، راح تطلع عندك قوة الشد اللي هي 2160 كيلوغرام. هذا بالنسبة لنا حسبنا أول قوة اللي هو قوة الشد. هسه نحسب القوة الثانية اللي هي قوة القص، قوة القص راح تساوينا أيضا مساحة في إجهاد، مساحة القص ايش قلت لكم؟ قلت لكم باي على 4 في دي تربيع في إجهاد القص، ويساوي باي على 4 في دي هي 2 تربيع في 900، راح تطلع لنا 2827 كيلوغرام، هذه قوة القص. أما بحالة السحق القوة شقد راح تساوي؟ قلنا مساحة المعرضة للسحق في إجهاد السحق، المساحة المعرضة للسحق راح تكون القطر للبرشام في السمك في إجهاد السحق، راح تكون هنا 2 في 0.6 في 1800 كيلوغرام على سنتيمتر المربع، فراح تطلع عندنا القيمة 2160 كيلوغرام. بهالحالة أقل مقدار من ذول الثلاثة شقد طلع؟ هو 2160 كيلوغرام. نجي نحسب هذه بالنسبة the least of PT PS P sub C هي 2160 كيلوغرام. أما ال F شلون راح نحسبها؟ ال B في T ها هي المساحة في تنسايل ستريس اللي هو إجهاد الشد، ال P 5 في السمك 0.6 في 2200 راح يساوينا 3600 كيلوغرام. إذا الإفشنسي اللي هي الكفاءة راح تساوي the least of PTPSPSubC، أقل مقدار من قوة الشد وقوة السحق وقوة القص، مقسمة على ال F اللي هي مقدار القوة على المظلة على المساحة غير التي لا تحتوي على البراشيم، فراح تطلع 0.6 أو 60%. هذا بالنسبة للمثال الأول. هنشوف بعد مثال لاخ، أيضا قال لنا هنا منطوق السؤال مطلوب أحسب الكفاءة، أحسب كفاءة بس هنا شنو؟ دبل لاب جوينت، دبل لاب جوينت، بما أنه دبل لاب جوينت الأن ايش قد؟ الأن هنا شو تساوي لنا؟ الأن راح تساوي 2 of 6 مليمتر بليتس with 2 مليمتر، هنا مو 2 مليمتر، هنا هم 2 سنتيمتر القطر للريفتس قطر البرشام، having which الخطوة 6.5 سنتيمتر اللي هي هنا 6.5 6.5 سنتيمتر، the permissible تنسايل شيرينج اند كراشينج ار، التنسايل راح تساوي لنا 1200 كيلوغرام على سنتيمتر مربع، هذا اجهاد شد، اجهاد القص راح يساوي لنا الشيرينج اللي هو 900 كيلوغرام على سنتيمتر المربع، اند
إجهاد السحق 1800 كيلوغرام على السنتيمتر المربع. فنجي هي خطوات يعني شبه محفوظة، هذه خطوات الحل. نطلع القوة ثلاثتهم، قوة الشد، قوة القص، قوة السحق. فأول شيء قوة الشد اللي هي بي تي راح يساوي بي ناقص دي في تي في سيجما تي، ويساوي 6.5 ناقص 2 في 0.6. هذه بالنسبة للمساحة في 1200، وتساوي 3240 كيلوغرام. أما قوة القص فراح تساوي المساحة باي على 4 في دي تربيع في إجهاد القص في الإن، باي على 4 في 2 تربيع اللي هي القطر في 900. هنا شنو؟ دبل لاب جوينت. الإن شنو؟ الإن 2 ربط تناكبي، العفو ربط تراكبي. هنا مزدوج راح يكون، فالان راح يساوي لنا 2، ف راح يطلع مقدار البي اس هو 5654 كيلوغرام. اما اجهاء العفو قوه السحق راح تساوي الان في عدد البراشيم في الدي في تي المساحه في عدد البراشيم، راح تطلع المساحه الكليه في اجهاد السحق ويساوي 2 الان في 2 القطر في 0.6 اللي هي السمك في 1800 اللي هي إجهاد السحق، ويساوي 4320 كيلوغرام. نشوف منو الأقل واحد من عندهم، راح يكون هو 3240. هذا إذن the least of PT PS PC يساوي لنا هذا المقدار اللي هو 3240 كيلوغرام. شاف شي يمثل؟ يمثل strength of riveted joints، هذه القوة المسلطة على البرشام. أما القوة المسلطة على المساحة على المنطقة التي لا تحتوي على برشام، فإنها راح نحسبها ال F تساوي ال P اللي هو الخطوة في T، هذه مساحة في إجهاد الشد راح 6.5 في 0.6 في 1200 يساوي 4680 كيلوغرام. إذا الإفشنسي راح يصير 3240 على 4680 وتساوي لنا 0.69 ويساوي لنا 89%. هذه بالنسبة للكفاءة. قبلنا مثال ثالث اللي هو منطينا إياه دبل ريفيت دبل كفر بوت جوينت. دبل ريفيت شنو ال N تساوي 2، دبل كفر حالة الدبل كفر ايش قلنا احنا؟ حالة الشير راح تنضرب في 2، فهنا الشير راح تنضرب في 4، والكراشنج راح تنضرب في 2، لأن شنو احنا قلنا؟ دبل ريفيت دبل كفر. الدبل ريفيت ال N هنا شنو مقصود بها؟ 2، N تساوي 2. زين دبل كفر ايش قلنا بالملاحظات اللي من ساعه شرحت لكم اياها؟ الشير راح تنضرب في 2، زين وهي مضروبه في 2 اللي مالت الان اللي هي دبل ريفيت، فالشير راح تنضرب في 4، 2 في 2 4. بوت جوينت ان بليت 20 ملم السمك از ميد ويز 25 ملم قطر البرشام ات 100 مليمتر البيتش الخطوة. The permissible stresses are الإجهادات المسموح بها هذه سيجما تي راح تساوي لنا 120 نيوتن على المليمتر تربيع، سيجما اس 100 نيوتن على المليمتر تربيع، وكذلك سيجما سي اللي هي 150 نيوتن على المليمتر تربيع. جد الإفشنسي الكفاءة للربط لهذا الربط إذا أخذت إنه the strength of rivets in double، إذا أخذت إنه strength مقدار القوة للبرشام هي بحالة الشير راح تكون double مضاعفة في حالة إنه إذا كانت منفردة.
فالحل اللي هو نجي الخطوات نفسها نتبعها، نحسب قوة الشد وقوة السحق وقوة القص، وناخذ الأقل وحدة بهم، نحسب القوة على القوة على المسلطة على المنطقة التي لا تحتوي على برشام، وقسمتهم راح نحصل على الكفاءة. فمثلا هنا البي تي راح تساوي لنا بي ناقص دي في التي في سيجما تي وتساوي 100 ناقص 25. كلها راح نخلي الوحدات كلها بالمليمتر، ما نحولهن، نحول وحدات السؤال كلها للمليمتر، وبما انه هم معطيني اياها بالمليمتر بالسؤال فما عندنا تحويل وحدات. 100 ناقص 25 في 20، هذه البيتش ناقص دي في التي في 120 اللي هو اجهاد الشد راح يساوي 180 ألف نيوتن. اما اجهاد القص راح هنا ان في 2 ان، هذه مال دبل ريفيت، هنا دبل كفر 2 نحط لها، فراح باي على 4 دي تربيع في سيجما اس، هذه الاثنين هي الان وهذه الاثنين مالت الدبل كفر، في باي على 4 في 25 تربيع في 100 ويساوي لنا 196 و300 نيوتن. اما البي اس البي سي اللي هو قوة السحق راح تساوي لنا الان في دي في تي في سيجما سي، الان هنا 2 في الدي 25 في التي 20 في السيجما سي راح تساوي 150 نيوتن، فتساوي لنا راح 150 ألف نيوتن. اما الاف راح تجي راح اقل مقدار طلع لنا هو 150 ألف بياناتهم، الاف راح نحسبها من البي في التي في سيجما تي، البي 100 والتي 20 والسيجما تي 120 وتساوي لنا 240 ألف نيوتن. هالحالة 150 نيوتن الافشنسي على 140 ألف 150 ألف نيوتن على 240 ألف نيوتن، فراح تطلع النتيجة 62.5%. هذا كل ما يتعلق بهذه المحاضرة. إذا ما فاهمين شيء، إذا عندكم اقروا المحاضرة ما فاهمين شيء تسألوني أجاوبكم. رجاء انتبهوا وركزوا ويا المحاضرة، ولكل سؤال أنا حاضرة.